سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهوريه والناقد الرياضي الكبير جدا. مساء الخير عليك. اهلا بيكي. منورنا عليكي. الله يخليك. عايزين نتكلم طبعا النهارده بقى عن حاجات كتير قوي، واكيد هيكون اهمها مباراه امبارح النادي الاهلي قصاد ورايا كوناكر الغيني، المباراه اللي انتهت باربع اهداف نظيفه طبعا في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام. شفت اللقاء ده ازاي؟ الحقيقه النادي الاهلي كان، يعني احنا كنا اتكلمنا قبل القرعه وكنا بنقول ان فرص النادي الاهلي في التفوق على نادي حريه الغيني اكبر بكتير، لان في خبرات كبيره عند النادي الاهلي. نادي حريه لم يفز بافريقيا الا بلقب واحد، وكان كاس الكؤوس اللي اتلغت قبل كده، وما عندوش خبرات لعبته بالبطولات الافريقيه. النادي الاهلي نجح في استغلال الموقف تماما في المباراتين، في مباراه الذهاب تعادل وكان اقرب للفوز لان هو كان اكثر اهدارا للفرص. في مباراة العودة أنا من وجهة نظري النادي الأهلي لعب أفضل مباراة لي على المستوى الإفريقي منذ النهائي اللي لعبه أمام الترجي في رادس في عام 2012. من 2012 وحتى الآن دي أفضل مباراة إفريقية اتلعبت بشكل متكامل جدا، سواء صحيح. من النواحي الدفاعية اللي أمنت الدفاع، يمكن كان فيها بعض القصور في ربع الساعة أو تلت الساعة الأولى بس في الكرات العرضية، لكن بعد كده الدفاع اتظبط، او من نواحي نص الملعب اللي سيطر تماما على مجريات الامور، او النواحي الهجوميه اللي حسمت الامر بهدف مبكر ثم بعد كده ازدادت الاهداف، وكان ممكن ان يبقى اكتر من الاربع اهداف اللي فاز بيهم النادي الاهلي يبقوا على الاقل نصف دستة اهداف طبقا لاداء النادي الاهلي امبارح. صحيح. طيب الاهلي طبعا رغم الغيابات الكتيره جدا اللي شفناها امبارح قدر ان هو يحقق الفوز على هورايا كوناكري، شفت تعامل كارتيرون مع اللقاء ازاي؟ شوفي، هو مسيرة كارتيرون الإفريقية حتى الآن مسيرة تعتبر من أفضل المسيرات لكل المدربين اللي تولوا على الجهاز الفني للنادي الأهلي في إطار المباريات اللي تولى فيها المأمورية. هو جه للنادي الأهلي في فترة صعبة جدا، أكيد. بعد مباراتين، المباراة الأولى اللي تعادل فيها مع الترجي في برج العرب، ثم المباراة الثانية اللي في كامبالا اللي خسر فيها النادي الأهلي خسارة يعني كانت مفاجأة جدا 0-2، فكان عنده نقطة واحدة من ستة، يعني كانت الفرصة تتلخص عشان يتأهل عليه انه يفوز بثلاث مباريات على الاقل من الاربعه المتبقيين ويتعادل في مباراه اخرى، او ان اراد الصداره فلا بديل عنه انه الفوز. يكسب المباراه الاربعه. فهو عمل التحدي ده وفاز بمباراه الاربعه، ثم في المباراتين الاخيرتين امام الحريه الغيني، على فكره هو الحريه اللي هو فريدم يعني، وعلى فكره غينيا كتير جدا حوالي 40% من السكان بيتحدثوا بشيء او باخر لان هم مسلمين اللغه العربيه، فهو النادي اسمه حريه عربيه. حريه فعلا، عشان فريدم. الموقع الرسمي للنادي مكتوب فيه هورايا، مش يعني الاسم هورايا HURAYA، لا بس هو حريه. حتى احنا لما نيجي نكتبها زي كلمة الحرية بتبقى ح ر ي ت مربوطة، فما بتبقاش فيها واو، فهم حتى بيكتبوا الحرية، يعني هو لو الترجمة باللغة الإنجليزية هتتكتب او وبعدين واي، مش معنى كده إن احنا نكتبها واو يعني. فالمهم أنا دايما بركز شوية في حتة الأسماء الأندية، معروف عن حضرتك دايما الموضوع ده، بس خلينا نرجع نتكلم عن اسم بقى هورايا بس أو حرية، لكن نطلع لفاصل ونرجع تاني على طول إن شاء الله. فاصل ونرجع. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم لقائنا مع استاذ طارق الادور، طبعا برحب بيك مره ثانيه، ونرجع نتكلم بقى عن هورايا كوناكري ولقاء النادي الاهلي امبارح اللي طبعا انتهى الحمد لله لصالح النادي الاهلي باربع اهداف نظيفه. كنا وقفنا عند حته كارتيرون ومشواره الافريقي حتى الان، اللي بقول ان هو من افضل المشاوير الافريقيه لمدربي النادي الاهلي، لانه امبارح قاد المباراه السادسه للنادي الاهلي. صحيح. في ست مباريات حقق خمس انتصارات وتعادل واحد، يعني هو لم يخسر على المستوى الافريقي. حقيقي. والاهداف اللي دخلت مرمى النادي الاهلي في وجود كارتيرون مديرا فنيا على المستوى الافريقي جت كلها في مباراه واحده. صحيح. النادي الاهلي في الموسم ده دخل فيه ست اهداف، ثلاثه منهم في عصر كارتيرون والثلاثه في مباراه واحده اللي هي مباراه كامبالا اللي فاز بيها النادي الاهلي 4-3، كان طبعا نتيجه غريبه جدا، والمفروض المفترض ان على مستوى المباراه ما كانش النادي الاهلي يهتز شباكه باكتر من هدف، يعني دخل فيه ثلاث اهداف وكنا فاكرين كلها اهداف اخطاء يعني كانت واضحه. مسيرة كارتيرون الإفريقية مسيرة ناجحة جدا، من ضمن نجاح مسيرته الإفريقية حتى الآن أنه حقق انتصارين خارج الديار، ومن نادي الأهلي من خمس مباريات لعبهم خارج ملعبه هذا الموسم فقط عمل ثلاث انتصارات. صحيح. يعني أكثر من 50% 60% انتصارات بره ملعبه. فاز على مونانا في الدور التمهيدي،
ثم فاز على التاونشيب رولرز خارج ملعبه في الجولة الرابعة لدوري المجموعات، ثم فاز على الترجي كمان في رادس في الجولة الخامسة لدوري المجموعات. يبقى كده النادي الأهلي لو كان كما هو متوقع حقق فوز على الحرية في المباراة الأولى، الكورتين بتوع صلاح محسن اللي كانوا سهل جدا صحيح. النادي الاهلي ينهي المباراه لصالحه، كان النادي الاهلي عمل رقم اسطوري بانه من أكيد. خمس مباريات أكيد. كان يبقى حقق الفوز في اربع مباريات بره ملعبه. ده انجاز طبعا يعيد ذكرى 2005 افضل سنه للنادي الاهلي عمل فيها انتصارات بره ملعبه. صحيح. من اهم بقى الحاجات اللي شفناها في لقاء امبارح بغض النظر طبعا عن الاربع اهداف اللي فرحونا كلنا، جمهور النادي الاهلي جوه استاد السلام. شفت الجمهور قد ايه مهم وعامل سحر بالنسبه لفريقنا فريق النادي الاهلي. هو شوفي ان امبارح كنت تحسي ان اول مباراه يرجع فيها الجمهور بالنسبه لمباريات النادي الاهلي، بعيدا طبعا عن مباراه المنتخب اللي كانت في تصفيات كاس العالم اللي كان استاد برج العرب تقريبا بيبقى مليان فيها كاملا. مباراه امبارح انا شفت ان يعني صدق تماما وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني ان هم ينقلوا المباراه لاستاد السلام. صحيح. في ضوء السعه المتاحه، خلي بالك اللي هو مثلا انا بقول 30,000 متفرج، لو راحوا 30,000 في استاد برج العرب ومش هيروحوا يعني من هنا ورايح صعب، لو راح 30,000 حتى مش هيبانوا في استاد برج العرب، زي مباراه النيجر الاخيره مع منتخب مصر كان موجود تقريبا 20,000 طبعا في الملعب ما كانوش باينين 80,000 يعني الربع، فطبعا ده بيبقى السعه باين جدا ان هي اقل. صحيح. في استاد السلام استاد اصغر وفي نفس الوقت 70% يمكن من المدرجات كانت مليانه لا كمان المدرجات اقرب للملعب. صحيح. انت عارف دلوقتي السياسه، لان انا كنت في عدد كبير من الاتحادات الدوليه، كل اتحاد دولي للعبه جماعيه بيحاول يقرب الجمهور من الملعب، يعني السله كان الملعب كده والمدرجات كده، لا بداوا يقولك لا مش عايز غير يا دوب حته صغيره كده يقعد فيها الجهاز الفني، فبيقربوا المدرجات. الفولي اللي كان عنده الفري زون ده مثلا 8 متر ورا الملعب، قال لك لا اعملها 8 متر اللي خليهم 5 متر، يقوم الجمهور يبقى في حضن الملعب. صحيح. الجمهور عامل سحري، ده اللي كان في استاد السلام. صحيح. الجمهور في حضن الملعب قريب جدا من الملعب، فانت سامعه صوته، اللعيبه ما بتسمع صوته، الحماسه اللي بيكتسبها اللاعبين من وجود الجمهور، الحقيقه ديت كانت حاجه من ضمن اهم الحاجات اللي ظهرت في مباراه امبارح. انا شايف ان في حاجتين كانوا ظاهرتين امبارح، ظاهرة الجمهور وان الملعب تقريبا اكتر من 70% مليان، وان الجمهور قريب من الملعب، وان صوت الجمهور اللي وحشنا جدا كان موجود في ارضية الملعب طبعا. دي حاجة ايجابية اولى. حاجة الايجابية التانية اللي قلنا عليها من شوية، ان كارتيرون في مسيرته مع النادي الاهلي عمل نتائج كويسة، هي دي المباراة كانت رقم 12 لكارتيرون رسميا مع النادي الاهلي. ليه؟ لانه عمل خمس مباريات دوري، وامبارح كانوا ست مباريات في افريقيا، دي كانت المباراه السادسه. صحيح. غير المباراه اللي عملها في البطوله العربيه كاس العرب للانديه الابطال اللي هي كانت امام الفريق النجم اللبناني، يبقوا 12 مباراه. دايما كتير جدا يسالوا طب انا واحد زي كارتيرون ادار ثلاث اربع مرات احكم عليه ولا ما احكمش؟ صحيح. احنا بنقول على مستوى عالمي، على المستوى العالمي لا يمكن لاي صحفي او ناقد او مجلس اداره او جهه مسؤوله او 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 يقولوا او يدلوا بدلوهم في الحكم على مدير فني قبل 10 مباريات. المفروض. صحيح. يعني 10 مباريات ده الحد الادنى. صحيح. ممكن كمان ادي اكتر لكن مش اقل، يعني لو وصلنا لخمس ست سبع مباريات ما اقدرش احكم، انما ال10 ده الحد الادنى. اما نقول النادي الاهلي لعب 12، يبقى بدانا 12 مباراه رسميه وفي ثلاث بطولات مختلفه، اقدر شويه اقول الاوت لاينز كده، ال 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 ال, ال, ال اقدر احكم على كل الشكل العام كده لاداء باتريس كارتيرون مع النادي الاهلي. امبارح اول مره نحس ان الاسلوب اللي فرض ايقاعه على النادي الاهلي، وعشان اقول الاسلوب لازم اقول ان حسام البدري كان بيلعب بطريقه وكارتيرون بيلعب بطريقه ثانيه. صحيح. دي ما اقولش ايه، بقول خطه لعب، مش طريقه لعب، طريقه لعب اللي هي 4-2-3-1 تقريبا كان بيلعب بيها حسام البدري، وهي هي. لكن التنفيذ ازاي؟ حسام البدري كان بيعتمد على باسنج جيم، كرة بتفضل كتير قوي في اقدام لاعبي النادي الاهلي بيرهقوا المنافس. صحيح. بيبداوا يخترقوا المنافس بعد اما يكون انهك قواه بكره بينيه او كره طوليه عن طريق، طبعا اغلب الظن كانت عن طريق عبد الله السعيد، فيوصل بها النادي الاهلي للمرمى ويفوز بالمباراه. باتريس كارتيرون
ما عندوش اللعيبة اللي كان بيقوم بيها. يعني في ناس كده تسأل طب أيهما أفضل؟ لا، فيش حاجة اسمها الأفضل. إيه هو الأفضل؟ لإمكانيات اللعيبة الموجودة. صحيح. اللي أدوا بيها، توظيف الإمكانيات الموجودة بالظبط. باتريس كارترون بيعتمد على حزام دفاعي قوي في نص الملعب، بيأمن بيه منطقة نص الملعب، وإنه يوصل للمرمى بأقل عدد من التمريرات. وده اللي يعني لو قلنا في 12 مباراة تبلور بشكل كامل إمتى، هو أو أحسن مباراة تدي نموذج للأسلوب اللي بيلعب بيه باتريس كارترون هو مباراة امبارح. إن أنا عامل حزام كويس، بنقل الكرة بأقل عدد من التمريرات، بوصل للمرمى غير حسام البدري اللي هو كنت بوصل بتمريرات كتير تعمل اللي هي التيكي تاكا بتاعت البلوجرانا او برشلونه لما كان بيلعب بيها في عصر طبعا المدير الفني بتاعهم طبعا الشهير جدا. لكن انا بتكلم دلوقتي ان اول مره بقى بصمات مدرب تظهر بعد 12 مباراه ان خلاص ده الاسلوب اللي حوصل بيه بسهوله الى مرمى الفريق المنافس، اللي انا هقدر اسيطر بيه على مجريات اللعب واقدر في نفس الوقت امن دفاعاتي. الثلاث حاجات اللي هي النادي الاهلي ظهرت عليه امبارح بشكل جيد. طيب بنسبه او بمناسبه طبعا الكلام عن مباراه امبارح، بالنسبه بقى لافضل لاعب في المباراه، شوفي انا عملت يعني بوست كده على الفيسبوك قلت فيها من اوراق مباراه الاهلي والحريه. رحت كاتب على طول كده، ما كاتبش اي حاجه تانية الا وليد سليمان. صحيح. نموذج للعطاء ونموذج حقيقي للاداء. حقيقي طبعا. ونموذج للتحدي. ها، في عصر طغت فيه الماده. صحيح. انا لقيت رد فعل كبير جدا لهذا الكلام، لان اولا على المستوى الفني واضح جدا ان لعيب زي وليد سليمان المخضرم ده سجل هدف وصنع هدفين، عمل 2 اسيست بجولين. صحيح. يبقى هو نصيبه 3 اهداف من الاهداف الاربعه كان مشارك فيها بشكل كبير، وهو خرج قبل نهايه المباراه. انا في رايي ان خروجه ده كان تكريم، لانه الجمهور شفنا ازاي تفاعل مع وليد. ده اول حاجه. حاجة تانية ان وليد سليمان في فترة لعبه للنادي الاهلي حس انه قطة، يعني مش قطة يعني، لا هو في الملعب طبعا شوف الاداء، لا عمرنا سمعنا ان وليد سليمان اختلف على مادة. لا عمرنا سمعنا ان هو زعل انه قعد احتياطي. عمرك سمعت ان وليد سليمان زعل؟ لا طبعا ما حصلش. عمرك سمعت ان وليد سليمان قال لك انا عايز العقد الجاي يزيد نص مليون ولا ربع مليون ولا بتاع؟ ما حصلش. ده مضى الراجل وهو النادي الاهلي اللي كان بيقدره طبقا لتقديره هو. نمرة 3 ان وليد سليمان عطاؤه دايما ما بيتكلمش عن نفسه ولا بيقول ولا بيطلع يقول انا عملت، لا لازم بقى عدلوا له عقدي. صامت تماما، مركز بس في الملعب. حتى بقى الاخيره ان ما يصنع اللاعب وتاريخه هو علاقه الود اللي بينه وبين الجمهور بتاعه. طبعا. يعني نقول مثال، عبد الله السعيد عمل الاهلي كتير ولا لا؟ حصل. عمل كتير للاهلي، لعب وادى اداء كتير وله اهداف، ويكفي ان نقول يعني على مستوى الجيل الحالي كان هو ابرز اعلى هداف في الجيل الحالي بال 86 جول اللي جابهم. حصل. كان المفروض انه فاضل له 14 جول على فكره يوصل للنادي ال 100، لكن انا قلت في واحده من المباريات وكنت متوقع، قلت عبد الله السعيد لو ما بقاش في الاهلي مش هيوصل للنادي ال 100، وخلاص عبد الله السعيد مش هيوصل للنادي ال 100. عبد الله السعيد بتاريخه بانتاجه كده كله للنادي الاهلي فقد جمهور الاهلي وفقد جمهور الزمالك اللي هم بيشكلوا 95% من جماهير الكره المصريه. حقيقي. فالعلاقه اللي عملها الود والانتاج والانجاز اللي عمله، انا مش بتكلم برضو عشان الناس تفتكر، في مثلا ممكن يكون بيتفرجوا علينا زملكاويه، احنا في قناه الاهلي، قناه الاهلي كتير من الزملكاويه بيتفرجوا علينا. احنا بنتكلم هنا انا شخصيا كطارق الادور جاي هنا بصفه محايده، مش بتكلم بلسان الاهلي، لا انا بتكلم بصفه محايده. فجمهور كتير من جماهير الزمالك كان بيحب عبد الله السعيد. صحيح. وجمهور كتير من جمهور الاهلي او كل جمهور الاهلي كان بيحب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد فقد الاثنين. نمره 3 بقى، ودي اللي انا قلتها في مقال كتبته في شهر مارس اللي فات، ان عبد الله السعيد راهن على حاجه خسر فيها كل شيء. خسر ايه بقى؟ مش بس خسر جمهور الاهلي، خسر جمهور الزمالك، لا ده خسر كمان التاريخ اللي عمله ده. لو جيت دلوقتي جمهور الاهلي عايز يفتكر كده اللعيبه بتاعته، ممكن يفتكر عماد متعب ماشي، ممكن يفتكر الخطيب ماشي، ممكن يفتكر مصطفى عبده ماشي، لكن مش هيذكر من ضمن الايكونز او اللي هو ايه نقول ايقونات النادي الاهلي التاريخيه، مش هيفتكر عبد الله السعيد. فعبد الله السعيد كمان كان فاضل له سنتين او ثلاثه هو كان بيراهن عليهم وعايز يكملهم،
عبد الله السعيد لحد دلوقتي من اول فتره الانتقالات الشتويه اللي هو وقع فيها للزمالك حتى الان لم يظهر على ساحه كره القدم الا الشوط بتاع كاس العالم، وكانوا أسوأ فتره لعب فيها في حياته. صحيح، للاسف. طب نيجي بقى نقول بقى او بنقول لك، مش معنى كده ان بقول عبد الله السعيد، عشان كان ممكن عبد الله السعيد يروح للزمالك ويكمل مسيرته، بس في النور في الضوء انا رايح الزمالك ويوقع للزمالك ويكمل مسيرته في الزمالك. لكن اللعيب اللي بيقدر انه يصنع علاقه الحب دي كله للاسف، حتى الاعلام ما اتكلمش على علاقه الحب دي اللي هي ملهاش ثمن. انت بتتكلمي ان ده هيكون ده مثلا بيقول 6 مليون وهنا 8 مليون، بيتكلم في 2 مليون فرق. طب ما اتكلمتش ليه على ان الحب ده ممكن يوازي 20 مليون؟ صحيح. يعني ده الواحد لو ناس يعني بس خليني اقول لحضرتك، مش بس 20 مليون، احنا مش بنتكلم بس على 20 مليون يعني حاجه معنويه، لكن ده حقيقي فعلا. حب الجمهور بيترجم لفلوس. انت لو شخص محبوب، لو ايكون محبوب او رمز محبوب، هيجي لك اعلانات قد ايه من ورا حب جماهير النادي الاهلي، وده بفلوس برضو على بلاش فكره. هقول لك احنا الغلابه يعني مش هقول مثلا يعني، اما الواحد يخش حته وواحد يقول له اهلا يا مثلا يا فندم تعالى اتفضل، يسهل لك مأمورية. مش الحب ده لو تمن لو يعني لو الواحد بيحس بساتسفاكشن كده او صحيح طبعًا بالرضا عن طبعًا هذا الحب طبعًا. فما بالك لعيب كل الناس عارفاه اما بيخش اي مكان، ده علاقه ليها تمن ليها تمن. يعني هقول لك على حاجه انا كنت بقولها لبعض الزملاء واحنا قبل ما نخش على الهواء. ممكن واحد معاه 20 مليار يقول لك انا نفسي تاخدوا 10 مليار من ال 20 او تاخدوا 15 والناس تحبني مثلا زي عبد الله السعيد او زي الخطيب او زي حسن شحاته او زي فاروق جعفر او زي الايقونات بتوع الكره المصريه دول. وممكن يدفع دول وما يلاقيش الحب ده. صح صح صح. طيب ليه بقى الاعلام ما بيتكلمش على ان علاقه الحب دي ليها ثمن؟ لكن كل الاعلام يقول لك ايه، ما هو الراجل يعني مظلوم برضه، ما هو الراجل له حق يتلخبط، اما ياخد هنا 10 وياخد هنا 8 ما هيفطر. لا مش لا كل حاجه فلوس، مش كل حاجه ارقام. انا متفقه جدا مع حضرتك لانها فعلا بتترجم لفلوس حقيقيه. حب الجمهور بيترجم لفلوس حقيقيه. يبقى انا لما اقول ان هنا 8 وبره 10 بس ال 8 اللي هنا فيهم حب ب 100، لا يبقى المعادله ترجع فيها كفة الانتماء. صحيح. هرجع بقى ابص بعد ده كله وليد سليمان. يعني بص كل القصة اللي حكيتها دي وليد سليمان. وليد سليمان لو اتكلم عن الفلوس يخسر، ياخد هنا كفة دي الطب بس يخسر من الكفة التانية بتاعت الحب ايه؟ شوية. يفضل كفة الفلوس تتقل وكفة الحب تقل. وليد سليمان اختار الحب فالجماهير حبته. صحيح. ده بقى النموذج بتاع دلوقتي اللي بنهديه لعيبه كره القدم، اللي الاعلام لازم يتكلم عليه. للاسف انا بشوف ناس بيتكلم يا جماعه هو برضه غصب عنه، ما هو هنا هياخد اكتر، ما هو مش اكتر وخلاص. انا ممكن اكون في وظيفه، انا هقول لك على اعوذ بالله من كلمه انا، يعني انا شخصيا كان ممكن اروح بره مصر اخد 20 ضعف اللي انا فيه هنا بصراحه نفسيه، بس انا مرتاح هنا. صحيح. مرتاح في بلدي طبعا، مرتاح بين اهلي. فخلاص مش عايز اللي بره ده. فكل الناس لازم تتكلم في الاعلام عن هذه الزياده في الفلوس، مش هتعوضني عن ده المعادله دي. انا محمد هقول لك حاجه على الزمالك. محمد ابراهيم جيت مره قلت لهم يا جماعه محمد ابراهيم في الزمالك، محمد ابراهيم وهو في أسوأ حالاته دلوقتي، وانا بقول لك هذا الكلام فنيا، لكن جماهير الزمالك حباه لانه ابن النادي. دي مش بفلوس طبعا. طب انت عايز تروح بره فين؟ ما انت لو رحت بره مش هتلعب. هذه هي المعادله اللي بقول في اخرها وليد سليمان بس بدون تعليق. صحيح. طيب خلينا بقى نروح للقاء القادم وفاق سطيف. شايف مباريات النادي الاهلي مع وفاق سطيف هتكون عامله ازاي؟ شوفي النادي الاهلي هيلاعب، وده طبعا اكيد الاقرب قبل مباريات وفاق سطيف، اكيد البطوله العربيه ولقائنا مع النجمه اللبناني يوم الخميس الجاي ان شاء الله بيروت. ان شاء الله النادي الاهلي هيعدي ان شاء الله باذن يعني رغم ان المباراه بره ملعبه، لكن واحده من المباريات العجيبه في سجل كره القدم مباراه النجمه في الذهاب، ان النادي الاهلي يوصل للمرمى 34 مره بخطوره ويوصل بفرص محققه 17 مره، يعني نص الكرات اللي وصل بيها كانت فرص محققه وما يسجلش ولا هدف. فالنادي الاهلي هيعدي من المباراه دي. لكن نتكلم اكتر بقى عن مباراه وفاق سطيف. النادي الاهلي على اللقب التاسع افريقيا وبعد غياب عن الاميره الافريقيه من 2013 خمس سنين. صحيح. قدامه عقبتين، العقبه بتاعت وفاق سطيف، واذا تجاوزها هيلاعب الفائز من الترجي وبريميرو دو اغوستو الفريق الانجولي.
غالبا هيكون الترجي، انا برشح الترجي، انا مش عايز اقول الترشيحات لان اللقاءات العربيه دايما بيكون فيها حده كده بزياده يعني. بالظبط. فاذا فريقين افريقيين. العنصر الثاني النادي الاهلي هيلعب وفاق سطيف، واذا ان شاء الله تاهل هيوصل للمباراه النهائيه ومباراتي العوده خارج ملعبه. والنادي الاهلي عودنا على ممارساته الافريقيه الكتيره اللي موجوده في البطولات الافريقيه ان هو لما بيبقى عنده مباراه العوده بره بالنسبه لاي نادي تاني تتصعب الماموريه، لانه هيلعب اولا على ملعبه، المباراه الفيصل بتبقى بره ملعبه، فتلاقي الفرقه تهتز. انما النادي الاهلي بحكم خبرات لاعبته التراكميه يعني ممكن يكون لعيب لسه داخل بس اكتسب من اللي قبليه الخبرات الافريقيه، ان النادي الاهلي لما بيلعب بره ملعبه في مباراه العوده ما بيقلش كتير عن انه يلعب مباراه العوده في القاهره. لكن الكاس هيكون بره. صحيح. يعني يا اما هيكون في لواندا في انجولا يا اما هيكون في رادس في تونس. ورادس دي بيتنا. صحيح. مننا وعلينا يعني. صحيح. بالك بقت سهل، بس مش هيكون المباراه النهائيه سهله. لكن تعالي نتكلم على عقبة الاصعب. انا وجهه نظري ان مباراه وفاق سطيف القادمه يوم 2 ويوم 7 ويوم 23 اكتوبر للنادي الاهلي هي اصعب عقبه للنادي الاهلي في طريق اللقب التاسع. صحيح. طيب الله تعدي على خير. ننقل المقوله دي كده الى ترجمه فنيه، هل معنى كده ان فريق وفاق سطيف هو الاعلى فنيا من الفرق اللي واجهها النادي الاهلي في البطوله دي؟ اقول لك لا. وفاق سطيف اصعب عقبه ليس لانه الاعلى فنيا ولكن لانه هقولها بالبلدي كده وعفوا لو كان اللفظ مش حلو، الارزل. هو الفرقه الارزل للنادي الاهلي في البطوله دي. ليه؟ نمره واحد، طريقه لعب وفاق سطيف اللي بيقفل فيها خطوطه واللي بيحاول انه يستحوذ فيها على الكوره كتير واللي بيحاول فيها انه يهدر الوقت كتير واللي بيحاول فيها انه يوصل بكره او اتنين للمرمى هي الطريقه الاصعب للنادي الاهلي في طريقته الحاليه. صحيح. لان انا لما اجي انا عاوز اوصل للمرمى بكورتين ثلاثه اما اوصل مع فرقه فاتحه خطوطها اقدر اوصل غير اما يكون فرقه بتقفل خطوطها. صحيح. نمره اتنين لان المباراه بره ملعبك العوده. فظروف مباراه بتلعبها في الجزائر مع فريق ريزل زي فريق وفاق سطيف يبقى لازم اكون مأمن نفسي في مباراه الذهاب بنتيجه كويسه. صحيح. يبقى لو النادي الاهلي عمل فوز حتى لو كان هذا الفوز مش كبير هيعمل اصلا مشكله لوفاق سطيف في مباراه العوده، عارفه ليه؟ لان وفاق سطيف عايز يطلع بنتيجه كويسه وهناك يمنع الاهلي من انه يسجل هدف. ومش عايز انا اقول ان النادي الاهلي يلعب مباراه العوده وهو لازم يسجل. يعني مثلا في مباراه الترجي السنه اللي فاتت اما لعب مع النادي الاهلي والنادي الاهلي متعادل 2-2 معناه النادي الاهلي لازم يسجل، يعني النادي الاهلي لو ما سجلش لو تعادل 0-0 حتى مش هيوصل. فاصعب موقف مع فرقه زي وفاق سطيف ان انا احط نفسي في تحت وطئه اني لازم اسجل. ده معناه ان النادي الاهلي لو فاز حتى بقى لو هو عايز يتعادل بس ممكن اتعادل مع فرقه وفاق سطيف دي بره الملعب. صحيح. نمره ثلاثه. قلنا واحد واثنين ليه هو فرقه صعبه. نمره ثلاثه، فرقه وفاق سطيف نقاط القوه اللي عندها في اللعيبه اللي بيلعبوا في وسط الملعب وفي الدفاع. لان هما زي ما بقول لك فرقه من فرق اللي بتلعب كومباكت، كومباكت المدربين بيقولوها على الفرقه اللي هي اما بتفقد الكوره بترجع لنص ملعبها بيبقى في تضييق في المساحات بيبقى في الخطوط متقفله، دي هتصعب مهمه مباراه الذهاب اللي هي هتبقى في القاهره في استاد السلام ان شاء الله. لكن ما يسهل من الامر ان انا لو كسبت اي مباراه خلاص هما مش هيلعبوا بقى الاسلوب اللي هيلعبوه. يعني لو فرضنا لا قدر الله الاهلي مثلا تعادل 1-1 زي الموقف بتاع الترجي قبل كده اللي حصل كتير او بتاع يبقى عليه انه يسجل في مباراه العوده اكيد تتصعب الماموريه. لكن لو فاز 1-0 بس على اسلوب لعبه وفاق سطيف يبقى وفاق سطيف مش هيعمل لي التكتل اللي هو عايز يامن بيه في ملعبه. صحيح. وهيبتدي يلعب يهاجم، النادي الاهلي يقدر يخترق الدفاع دوت ويسجل بره ملعبه فيامن المباراه العوده. النادي فريق وفاق سطيف عنده مجموعه من اللعيبه المميزه في اكتر من خط. بدايه بحارس المرمى، بدايه بنص الملعب اللي انا من وجهه نظري فريق وفاق سطيف عنده نص ملعب يعني اللعيبه اللي فيه هم العمود الفقري للفرقه. صحيح. بالظبط. حتى تلاقي اغلب اللعيبه اللي سجلوا زي مولود ربيعي زي اكرم حنبيط ده برضو لعيب نص ملعب كلهم دول لعيبه سجلوا. لو انت شفتي في دوري المجموعات
تلاقي ان اغلب اللعيبه اللي سجلوا لعيبه نص ملعب. صحيح. لان هم ايه مش بيعتمدوا على 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 دفاع كومباكت، وبعدين بيعتمد على لعيبه نص ملعب هي اللي بيقوموا ككتله واحده بيهاجموا، وبالتالي بيوصلوا للمرمى ثلاث اربع مرات بيسجلوا منهم هدف او اثنين. فهي دي اسلوب فريق وفاق الصيف. لكن لو نقلنا من النقاط الفنيه اللي زي ما قلنا بيتفوق فيها النادي الاهلي الى النقاط الرقميه، هتلاقي بقى لا بقى الفرق وسع قوي. وفاق الصيف لعب مباراتين اكتر من النادي الاهلي. ليه؟ لانه بدا من الدور التمهيدي. صحيح. فلعب مباراتين تمهيدي ومباراتين دور ال 32 والسته بتوع المجموعات والاثنين بتوع دور الثمانيه، يبقوا كام؟ 12 مباراه. 12 النادي الاهلي لعب اثنين بس في الدور ال 32 والسته بتوع 8. المجموعه واثنين بتوع عشر. حوريه الغيني فيبقوا 10 مباريات. ورغم ذلك لو شفنا رقميا النادي الاهلي في مبارياته العشره فاز في سبعه وتعادل في اثنين وخساره واحده بتاعت كامبالا سيتي ديت الغريبه ديت، فعمل فوز معدله 70% من مباريات، 7 من 10 يبقى 70% من مباريات. صحيح. بينما وفاق الصيف اللي لعب اكتر 12 مباراه حقق الفوز في 5 مباريات بس واربع تعادلات وثلاث هزايم، يبقى هو حقق فوزه 5 مباريات من 12 يمكن 40% 40% بس. النادي الاهلي في 70%. صحيح. وهو خسر 3 مباريات من ال 12 بينما النادي الاهلي خسر مباراه واحده، خسر لقاء واحد بس. صحيح. تيجي بقى للاهداف اللي هو اخر حته في المقارنه الرقميه بين الاثنين، فريق وفاق الصيف سجل 19 هدف دخل المرمى 10 اهداف. 19 هدف دخل بس مرمى. في 12 مباراه دخل المرمى. النادي الاهلي سجل 20 هدف في عدد اقل من المباريات، 20 هدف في 10 مباريات يعني معدله هدفين في المباراه. صحيح. لو قلنا 19 دول في 12 مباراه يبقى 1.5 هدف تقريبا في المباراه الواحده، يبقى معدل اهدافه اكتر. في 12 مباراه دخل مرمى فريق وفاق الصيف 10 اهداف بينما النادي الاهلي دخل مرمى 6 اهداف، منهم الثلاث اهداف اللي في مباراه واحده اللي هي يعني كانت مباراه تقريبا النادي الاهلي كان ضامن الصعود فمش عايزين نحكم عليها قوي. فالمواصفات الرقميه دي بتقول ان النادي الاهلي افضل رقميا بجانب انه افضل فنيا، يبقى ان شاء الله النادي الاهلي طريقه الى النهائي الى يعني الاميره التاسعه باذن الله، ليس مفروش بالورود، صعب ولكن في متناول ايد النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا بقى نروح للمقال اللي حضرتك كتبته واتكلمت فيه عن الماده ال 18، عايزين نعرف بقى منك اكتر عن المقال ده وعن الماده ال 18. الحقيقه بصي المقال ده انا كتبته في وقت ناس كتير بتتحفظ انها تكتب حاجه على بعض الظروف اللي في الوسط الرياضي، لكن انا ما بيهمنيش حاجه يعني، انت عارف انا عايزين يقعدوني في البيت انا اقعد في البيت وسعيد جدا ومبسوط جدا، لكن انا يعني بتكلم بكل امانه على الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. الماده 18 ماده كروشيال جدا، او يعني خلينا نقول بالعربي حساسه جدا، حطها الفيفا حتى يتم تلافي المصالح في كره القدم. الفيفا شعاره ان كره القدم، ايه هو شعار الفيفا في كره القدم؟ اللي بينزل على الاعلانات فير بلاي، اللعب النظيف. طالما قلنا لعبة نظيف يبقى لازم النظافه دي من ضمن مقوماتها، هي مقومات مش موجوده عندنا. ازاي بقى؟ ازاي؟ ترجم لي. طالما انا مسؤول في اتحاد الكوره وانا بقولها كتير وبيزعلوا مني، هم اصحابي على فكره اصحابي، لكن في الشغل لا، انتوا عندكم قصور كتير جدا اتكلمنا عنه بعد كاس العالم، بس مفيش فايده الحمد لله يعني، كل اللي عاملين نهاتي فيه ده في قربه مقطوعه، مفيش حاجه اتغيرت ولا لجنه اتشكلت ولا حاجه، اعتماد كله على ايه؟ السمكه، عارفه ذاكره السمكه؟ ان الناس هتنسى، والناس نسيت فعلا كاس العالم. والناس بتنسى بجد. وفعلا ما ننسينا كاس العالم، المهزله ان احنا اكتر الاشخاص تشاؤما قبل كاس العالم. يعني هاتي اكتر شخص متشائم، المتفائل كان يقول لك نوصل الدور الثاني، يمكن لعب البرتغال كده في دور الثمانيه نعدي في دور ال 16 نعدي نوصل دور الثمانيه، ده اللي هو المتشائم بزياده قوي، والمتشائم بس يقول لك ايه اكسب مباراه، والمتفائل بس يعني والاقل تفاؤلا شويه يقول لك حتى اخد نقطه من فريق من اوروجواي او روسيا واكسب السعوديه، اللي يعني اقل شويه يقول لك اكسب السعوديه حتى بس. لا احنا ما تخيلناش احنا ممكن نطلع على المنتخب ال 31 من 32 منتخب. احنا اقل من الاكثر تشاؤما في الدنيا، يعني الاكثر تشاؤما كان نقول حتى نتعادل مع السعوديه، ده الراجل اللي هو يعني في قاع التشاؤم. احنا ما عملناش دي، خسرنا الثلاث مباريات.
أسوأ أداء صحيح. يعني مفيش أداء خالص، مفيش كرة، يعني حدش استفاد تقريبا من كأس العالم ده غير الحضري. ما لعبناش كأس عالم بتعريفة، ما لعبناش حاجة، مفيش كرة خالص طبعا. نمرة ثلاثة كمان إن أنت حتى كولكتيفلي أو كتيم وورك صفر، مفيش حتى انديفيديوال وورك اللي هو الشغل الفردي، إن أنا طلع من عندي مثلا عبد الله السعيد عمل لي شوية كورة فيقوم ماشي يعلى شويه كدرجات، ان يكون مثلا نقول تريزيجيه عمل شويه كوره كده فعلي شويه. ليه محمد الشناوي اخذ مان اوف ذا ماتش قصاد روس؟ مفيش غير الشناوي حته كده بس، وحتى الشناوي ما لعبش المباراه الثالثه يعني 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 عملنا فيها حسابات ثانيه. فبتكلم على ان حتى على المستوى الفردي مفيش حاجه خالص. فنيجي بقى ارجع ثاني بقى للماده 18، الفير بلاي بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى؟ فير بلاي كله بيتكلم عن تضارب المصالح. المقصود بتضارب المصالح في عرف كرة القدم ان انا اكون في منصب ما، هقول انا عشان ما اقولش سيرة حد، انا اكون في منصب ما ليا سيطرة على سين وصاد وعين. ايه سيطرة على سين وصاد وعين؟ على الاهلي وعلى الزمالك وعلى امبي وعلى بترول اسيوط وعلى مش عارف ايه، على اندية مختلفة. انا بحكم منصبي او وظيفتي او كياني او شخصيتي الاعتبارية انا مسيطر على دول. طالما انا مسيطر على دول، طب انا ممكن اقول لك في نفس في وقت بقى اقول لك ايه مثلا الكلام ده اتقال في الماده 18، قال لك ان الانديه اللي تخضع لهيئات واحده، يعني كانوا بيقولوا ساعه امبي بتروجيت بترول اسيوط، ثلاث انديه كلهم يعتبروا القطاع البترول. طب ما انا ممكن اكون واحد مسؤول اعتباري يقول لهم يا جماعه ايه، طب ما امبي لو كسبكم هياخد الدوري، دي مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى تتعارض مع الماده 18. أندية الجيش طلع الجيش في الانتاج الحربي، الانتاج الحربي وفي الشرطة والداخلية، هل دول يتدخل فيهم شخص اعتباري واحد؟ وارد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، يخل بالفير بلاي، يخل بالمادة 18 بتاعت الفيفا. صحيح. نيجي بقى ننقل عندنا، سيبك من الحتة دي، في ناس تقولك ايه لا هم هيئات تبع قطاع البترول لكن لهم ميزانيات منفصلة. صحيح. طبعا ممكن يضحك علينا بدي، ماشي ناخدها ونبلعها، لكن أنا شخص اعتباري اتكلم، هقول على نفسي أنا عشان اللي عايز يتهمني يتهمني، أنا طارق الأدور شخص اعتباري معاي شوية فلوس حلوين كده، أجي أقول لي إيه هات لي إمبي ده أنا هجيب لك لاعبين، أشتري لك لاعبين، خد تعالى الزمالك أنا هجيب لك مدرب وهدفع لك ثمنه. ماشي. تعالى الاتحاد خد شوية الفلوس دول دعم بيهم نفسك. وأنا طارق الأدور أنا ليا فرقة في الدوري؟ ليك؟ ماليش. مالكش. ماليش دعوة، ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة بفرق، لا أنا مدير فني ولا أنا إداري ولا أنا مسؤول، أنا راجل شغلتي القلم ده. ما بقاش قلم دلوقتي بقى كمبيوتر وكله، بس شغلتي إن أنا بكتب كناقد رياضي. فأنا ماليش مصلحة. عندئذ أنا لو رجل أعمال وصرفت على النادي ده وصرفت على النادي، والله أنا بصرف على أندية، أنت مالك؟ ماشي. مش متداخل في حاجة. من جيبي أنا حر. تمام. أول ما طارق الأدور بقى رئيس نادي أو اشترى نادي أو مسؤول عن نادي، وقعنا في فخ المادة 18. إزاي أنت راجل بتلعب في الدوري، موجود جوه الدوري، وبتقول لي انا جايب المدرب ده هنا تقدم مساعدات لانديه اخرى إزاي؟ منافسين ليك، ازاي ده بيلعبوا معاك في نفس المكان؟ يبقى انا عملت ايه؟ انتهكت بل دمرت الماده 18 بتاعتي. ها مش يمكن تكون روح رياضيه انت شايفه كده؟ يبقى ده الفير بلاي اللي بيقول عليه الفيفا. استاذ طارق الادور للاسف طبعا وقتنا النهارده خلص، كان لازم نقعد نتكلم معاك اكتر طبعا عن المقاله دي، بس للاسف وقتنا النهارده انتهى. هو كان في عندنا طبعا تفاعل كتير من الجمهور وصل لنا، بس برضو ما اظنش ان احنا عندنا وقت ان احنا نقراه. كان عندنا من امبارح للنهارده على السوشيال ميديا سؤال بيقول تقول ايه لجمهور النادي الاهلي واللعيبه بعد اللي شفتوه امبارح في اللقاء قصاد ورايا كناكر الغيني. سامي حضرتك تقول ايه على اللقاء اداء امبارح؟ تقول ايه للعيبه وللجمهور؟ انا اقول ان احنا يعني اهم حاجه اقولها للعيبه النهارده انسى. شوف رغم ان انا ركز في اللي جاي بقى، خلاص عدينا. يعني كان زمان الله يرحمه الجوهري لما المنتخب المصري يعمل اي، يقول لك لغايه النهارده بالليل لغايه ما ننام، اول ما تنام تقوم الصبح انسى، ابدا بقى من دلوقتي
في ماتش النجمه وفي مؤجلات طبعا كترت قوي في الدوري وفي مباراه وفاق الصيف. انا رايي مباراه الذهاب بالمواصفات اللي قلت عليها لازم انسى، لان مباراه الذهاب هتلعب تقريبا 70% من الدور ان النادي الاهلي يوصل للنهائي. صحيح. طيب نروح لبعض بقى الاجابات اللي جات لنا على الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه. سامي ابو المعطي بيقول جمهور رائع لنادي اروع الجمهور امتعنا قبل اللعيبه وان شاء الله البطوله التاسعه لنادي القرن. محمد السيد بيقول مساء الورد، لما ترجع الجماهير هتشوفوا الاهلي بشكل تاني خالص، الكره للجمهور. عادل ماهر بيقول مساء الخير، بجد جمهور بجد يهز الصخر ولعيبه رجاله الحمد لله على المكسب افريقيا يا اهلي. عمر اليمني ندى العادي من لعيبه النادي الاهلي اسطوره افريقيا، بالنسبه للجمهور كانوا ما شاء الله عليهم واحلى مساء عليكي بشكرك جدا. اسلام عبد المنعم بيقول مساء الخير، الاهلي رمز مصر في العالم والجمهور مثال الالتزام والوفاء للفانيلا الحمراء، اهلاوي افتخر. محمد سعد بيقول بالنسبه للعيبه كلهم رجاله، مفيش حد اثر او هو اكيد قصده يقول اثر يعني، اما الجمهور فجمهور الاهلي احسن جمهور في الكون، السبب الرئيسي في الفوز. عبد الله جمال كمان بيقول مساء الجمال او مساء هو مساء على طول مش مهم، انا فخور ان الاهلاوي واني اهلاوي وبشكر اللعيبه على المجهود العظيم اللي عمله، بشكر الجمهور العظيم كمان. زهراء بتقول شكرا لكم انكم فرحتونا، شكرا على الاداء الركولي والبطوله اهلاويه. اسلام الشرقاوي بيقول الجمهور نحن الجمهور، كل ما حصل امس كانت البدايه لكل من ينتقد النادي وكل من يشعر انه كبير على هذا النادي الاهلي، كيانه جمهوره 90 مليون في قلب مصر خارج مصر كمان، يزيد مشجعي احنا في ظهرك يا أهلي ووقت ما تحتاجنا احنا معاك وهنقف قدام العالم كله عشانك انت الأهلي الكيان. حسام حسن بيقول مساء الفل يا شيمة، اشكرك. الاهلي فوق الجميع مش كلمه بنقولها من فراغ، الاهلي يستحق اللقب ده، اللعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه. رضا بيقول بجد شابوه على الكلام العالي والتشجيع الراقي، الحمد لله على نعمه الاهلي. وليد سيد بيقول مبروك صعود جمهور الزمالك لمشاهده نص نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي وفاق سطيف. حته كده محمد رافض ليه احنا مركزين في نفسنا، انا احب اركز قوي بصراحه مع نفسي، ما ركزت مع حد تاني. محمد رافض بيقول اقول لهم جمهوركم انتوا كنتوا رجاله في الملعب ونتمنى منكم التسعه بالتوفيق لكم في المباريات المقبله. احب اشكر مستر كارتيرون واعتقد ان هو هيكون خليفه مستر جوزيه بتوفيق ليك. نوره بتقول شابوه الجهاز الفني واللعيبه وبرافو مستر كارتيرون، فرحتونا يا رب كمل فرحتنا او فرحه جمهور الاهلي كل الاهلي كان رجل المباراه. دي كانت بعض بقى المسجات او الرسائل جات لنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، رد الجمهور على تقول ايه للجمهور او للعيبه النادي الاهلي بعد لقاء امبارح النادي الاهلي ورايا كوناكري الغيني في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا امبارح كان على طبعا ملعب السلام. بشكر حضرتك جدا استاذ طارق، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. الله يخليك، متشكرين جدا.